الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وسلط شياطين عليه، إنك أنت الخبير العليم القادر المقتدر. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بسم الله والله أكبر. وظنك التام أن الله يرد لهم أسحارهم. وفي صيغة الدعاء أنا لم أقل اللهم رد السحر على من سحر، هذه لا تجوز. نحن نقول اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده، والله قادر المقتدر أن يرد كل الأسحار لهؤلاء الملاعين إلى أجسادهم بإذنه سبحانه. هذا يقيننا التام في رب العالمين.